الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجه ربنا ولعظيم سلطانه، والصلاة والسلام دائما أبدا على الصادق البر الأمين وقائد الغر المحجلين والأمي الذي علم المتعلمين والمعلمين محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فحي الله إخواني وأخواتي، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والقبول والسعادة والوصول وصحبة النبي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في أعلى جنات الخلود. إخواني الكرام، هذا هو لقاؤنا الثاني في هذا البرنامج الجديد الذي أسأل الله أن يكون مسددا موفقا، ذلك البرنامج الذي هو ضمن الأصل، فالأصل نسائم الندى والفرع إني أحبك في الله. وهذه أبيات أحييكم بها في أول هذا اللقاء وحديثنا عن الأخوة في الله عز وجل وعن معاني الحب في الله والمؤاخاة في الله، ذلك المعنى الذي افتقدناه وضيعنا معناه، والمرحوم من رحمه الله. تحيتي إليكم يقول قائلها: مواكب الشوق من قلبي إليك أتت تهدي المحبة في الرحمن تبديها، إني أحبك في الله الذي سجدت له الجباه فرب العرش باريها، منابر النور يوم العرض موعدنا، منابر النور يوم العرض موعدنا، بشراك إن أنت قد آخيت من فيها. أيها الإخوة الكرام، الحديث عن الأخوة، معنى الإخاء وحقيقة الإخاء وكيف ورد الإخاء في كتاب الله عز وجل وفي سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وما هي المعاني الكثيرة التي نفتقدها في الأخوة، وكيف عاش الصالحون وكيف عاش المتآخون في الله حياة الأخوة في الله. الإخاء مأخوذ من أخا أو وخا، وهو المشاركة بينك وبين غيرك في نسب أو رأي أو رحم أو غيرها. قال بعض النحويين: سمي الأخ أخا لأن قصده قصد أخيه، يعني غايته هي غايته، وأصله من وخا أي قصد فقلبت الواو همزة، وآخى الرجل مؤاخاة وإخاء ووخاء، والعامة تقول واخاه. قال ابن سيدة: تقول بيني وبينه أخوة وإخاء، وتقول آخيته على مثال فاعلته، وتأخيت أخا يعني اتخذت أخا. وقال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: الأخ اسم يراد به المساوي والمعادل، يعني اللي يسويك في شيء أو يعادلك في شيء أو يكون على شبهك وعلى شاكلتك في رأيه أو نسبه أو قوله أو عمله أو طبيعته أو خلقه أو عادته يسمى أخا. وقال الكفوي: الأخ كل من جمعك وإياه صلب أو بطن. والأخوة تستعمل في النسب والمشابهة والمشاركة في شيء. وقال المناوي: الأخ هو الناشئ مع أخيه من منشأ واحد على السواء
بوجه ما. هذه هي الأخوة في معناها اللغوي وفي معناها الاصطلاحي. ويعني أنا أنبه هنا إلى أننا إلى أن الجمهور الكريم قد ارتقى بفضل الله عز وجل إلى الحد الذي يستطيع فيه أن يستوعب معاني اللغة واصطلاحات اللغة وتعبيرات أهل العربية، لأننا لا نستطيع التعبير عن شيء دون هؤلاء. نحن لغتنا لغة جميلة، لغة عظيمة، تعبر عن كل شيء بمعانيه الدقيقة الدقيقة جدا. وجمهورنا بفضل الله عز وجل قد وصل إلى هذه المرحلة التي يستوعب ويستطيع فيها المتابعة من غير ملل. لقد ورد الإخاء في كتاب الله عز وجل على 5 أنحاء كما ذكر أهل التفسير، ورد على 5 أوجه. الوجه الأول: الأخ من الأب والأم أو من أحدهما، كما في قوله تعالى في سورة النساء: فإن كان له إخوة فلأمه السدس. إخوة يعني من إيه؟ من أم وأب. وفي سورة المائدة قال الله عز وجل: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله. والثاني من القبيلة، الأخوة في القبيلة، طبعا ده غير الأخوة، أخوة الأب والأم. أخوة القبيلة يعني إنه إنسان من نفس قبيلتك فيعتبر أخوك، كما قال الله عز وجل: وإلى عاد أخاهم هودا، وإلى ثمود أخاهم صالحا، وإلى مدين أخاهم شعيبا. والثالث: الأخوة في الدين والمتابعة. الأخوة في الدين والمتابعة إنه يكون حد على نفس دينك أو بيتابعك على نفس المذهب اللي انت عليه، فده يسمى إيه؟ أخا لك، كما قال الله عز وجل في سورة آل عمران: فأصبحتم بنعمته إخوانا. وفي سورة الحجرات: إنما المؤمنون إخوة. والوجه الرابع: الأخوة في المودة والمحبة، اللي بيحصل بينك وبينه ود وحب. أعلى كلمة يقال إنه هذا أخي، أخي اللي هو بلغ درجة عالية جدا من الحب والمودة بينك وبينه، كما قال الله تبارك وتعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. والوجه الخامس: ورد الأخ في القرآن بمعنى الصاحب، كما قال الله عز وجل في سورة صاد: إن هذا أخي له 99 نعجة. وأيا كانت المعاني أيها الإخوة، فإن من طبيعة الإنسان أنه يكون آلفا مألوفا، لأنه يستعين من خلال الألفة على أداء الرسالة المنوطة به في الدنيا لتحقيق أهداف الاستخلاف. الله عز وجل: إنما استخلف الإنسان في هذه الأرض ليعمرها. والإنسان لا يستطيع أن يعمر الأرض بمفرده، فلا بد أن تحدث المؤاخاة التي هي من أهم أسباب حدوث الألفة بين الناس ومن أهم أسباب عمارة الأرض. الأخوة كما يقول الماوردي رحمه الله: تكسب بصادق الميل إخلاصا ومصافاة، وتحدث بخلوص المصافاة وفاء ومحاماة. تكسب بصادق الميل إخلاصا، يعني الإنسان إذا مال إلى إنسان آخر وكان صادقا في ميله إليه فإنه يخلص له ويصفو له وده وتصفو له محبته. ولما تحدث هذه المصافاة، صفاء المودة، يحصل الوفاء ويحصل المحاماة ما بين الاثنين، فهذا يحامي عن هذا ويدافع عنه ويفي له. ومش هيحصل الوفاء إلا إذا حصل الإخلاص في هذه المحبة. واعلم أيها الأخ الكريم وأيتها الأخت الكريمة أن المرأة قليل بنفسه كثير بإخوانه. قال علي رضي الله عنه
وهو يعظ ابنه الحسن: يا بني، الغريب من ليس له حبيب. وقال ابن المعتز: من اتخذ إخوانا كانوا له أعوانا. من اتخذ يعني إخوة وأصحابا كانوا له أعوانا على الدنيا وتقلباتها. وقال بعض الأدباء: أفضل الذخائر أخ وفي. الذخائر اللي هو الشيء المذخور، الكنز اللي انت بتدخره وبتحافظ عليه لوقت العوزة، أفضل شيء وأفضل ذخيرة وعدة لك هو الأخ الوفي. وقال بعض البلغاء: صديق مساعد عضد وساعد. صديق مساعد عضد وساعد، يعني يدك وذراعك هو أخوك. تصور أن إنسانا عافاكم الله بلا ذراع، كيف يقضي مآربه وكيف يقضي أمور حياته؟ وقال بعض الشعراء: هموم رجال في أمور كثيرة، وهمي من الدنيا صديق مساعد. نكون كروح بين جسمين قسمت، فجسماهما جسمان والروح واحد. شوف الأبيات الجميلة: نكون كروح بين جسمين قسمت، فجسماهما جسمان والروح واحد. إذا كان الناس في الدنيا بتهتم بأمور كتيرة جدا، وبتدور اللي بيدور على مال، واللي بيدور على شهرة، واللي بيدور على منصب، واللي بيدور على كذا، فأنا غايتي في الدنيا أن أجد أخا صديقا مساعدا، يبقى احنا الاثنين روحنا واحدة وإن تفرقت الأجسام. وقيل: إنما سمي الصديق صديقا لصدقه. الصديق، كلمة صديق جاية من إيه؟ من الصدق. كلما صدق في محبته وأخوته سمي صديقا. وإنما سمي العدو عدوا لعدوه عليك. والعدو بمعنى الاعتداء وإرادة الشر للإنسان، عشان كده يتسمى إيه؟ يتسمى عدو. وفي المقابل يتسمى الصديق صديق بسبب شدة صدقه في محبته. الأخوة يا إخواني معانيها غالية جدا، ما هياش زي ما الناس بتتصور، ده انت أخويا، ده انت على دماغي، والكلام اللي احنا حافظينه متعودين عليه. لكن الأخوة إنما تعرف في أوقات المحن، في أوقات الشدائد. تعرف أخوك الحقيقي لما تنزل بك شدة من الشدائد، تشوف أخوك الوفي، تشوف الوفاء من الجفاء، تعرف الصادق من الغادر، تعرف اللي حزين عليك لما تتألم من اللي شمتان بيك وبيشهر بيك لأنه نزل بك بلاء. فرق كبير جدا جدا بين الأخوة المزعومة المدعاة الكاذبة التي يدعيها كثير من الناس، وبين المعنى الحقيقي للأخوة. قال ثعلب: إنما سمي الخليل خليلا لأن محبته تتخلل القلب فلا تدع فيه خللا إلا ملأته. يا سلام على المعنى الجميل. شوف بيقول الخلة واللي هي أعلى درجات الأخوة، ما تتسماش الخليل خليل إلا أن المحبة تخللت القلب ودخلت في كل منطقة في القلب، فما فيش حتة في القلب إلا وملأته هذه المحبة. بهذا يسمى الخليل خليلا. عشان كده الشاعر كان بيقول، أظن كان إسماعيل صبري، كان يقول: ولما التقينا قرب الشوق جهده، خليلين ذابا لوعة وعتابا، كأن خليلا في خلال خليله تسرب أثناء العناق وغاب. الله الله على المعاني الجميلة. شوف: كأن خليلا في خلال خليله تسرب، لما الاثنين تعانقا كل واحد فيهم ذاب في الآخر. هذه هي الخلة. وأنشد الرياشي قول بشار: قد تخللت مسلك الروح مني، وبه سمي الخليل خليلا. وقال الآخر: فقلت أخي
بيعرف يعني ناس مين دوت، كأنهم بيسألوه بيقولوا له ده مين، بيقول لهم أخي. طب أخوك ده يعني أخوك قريبك ولا أخوك منين؟ شوف بيقول لهم إيه، فقلت أخي، قالوا أخ من قرابة، فقلت لهم إن الشكول أقارب. الشكول يعني إن الاثنين المتشاكلين المتقاربين المتجانسان أخوان. نسيبي في رأيي وعزمي وهمتي، وإن فرقتنا في الأصول المناسب. الله، يعني بيقول إنه إحنا إخوة لأنه رأيه زي رأيي ومذهبه هو مذهبي، وعنده عزيمة زي ما عندي عزيمة، وبيعلي همتي وأنا بعلي همته، وهذه كفيلة بأن تجعل بين الناس أخوة حتى وإن تفرقت الأنساب والأصهار بينهم. الأخوة يا إخواني لا تكون إلا عن طريق الموافقة والمجانسة بين اثنين، وهذه المجانسة تكون مجانسة في الشكل زي ما قلنا، في العادة، في الطريقة. انت لما تشوف واحد حتى يعني شبهك في الشكل بتفرح، بتقول انا بيني وبينك شبه. لما بتشوف واحد يعني متعود عادة، وتلاقيت ان انت متعود على نفس العادة، او بيتكلم بنفس طريقة كلامك، او مشيته هي مشيتك، تفرح بهذا وتقول مشيته كمشيتي، او ان احنا الاثنين ده احنا متوافقين في كذا. فده بيوثق المحبة بين الاثنين اكثر واكثر. فتكون هذه المجانسة وتكون الموافقة، فتتولد من ذلك الألفة، وتتولد بعدها الأخوة والمحبة، ويتولد الصدق في هذا الحب، ويتولد من ذلك الوفاء، ويتولد من ذلك أن يصبح الاثنان كأنهما شيء واحد، كأنهما شيء واحد. وسبحان الله، من حكمة الله عز وجل إنه بيخلي كل واحد لا يميل إلا إلى شكله، وهذا من عجائب خلق الله عز وجل. عشان كده قال الله عز وجل: الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات. فشوف تلاقي يعني تجد إنسانا صالحا وأنت قد من الله عز وجل عليك بالصلاح، تلاقي نفسك ميال ليه عن غيره من الناس. وإنسان آخر تقول الاتنين دول لايقين على بعض، يعني تيبيكال زي ما بيقولوا. ليه؟ ده والعياذ بالله مثلا إنسان فاسد في أخلاقي، فما يتلمش ولا يصاحب ولا يحب إلا اللي زيه. قلما تجد صالحا وفاسدا يجتمعان، قلما. وده بتبقى من المفارقات، وبيبقى لحكمة بقى، ربنا عاوز يبتلي الصالح بالفاسد أو يصلح الفاسد بالصالح، يعني هذه حكم يقدرها ربنا تبارك وتعالى. لكن لما تيجي تتكلم عن الموافقة والمحبة والأخوة والتجانس ما بين اتنين، تلاقي كده كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أبي هريرة: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. والحديث رواه مسلم. كتب الأحنف بن قيس، وده من الحكماء، كتب مع رجل إلى صديق له، كتب له رسالة كده جميلة، يقول له إيه، شو بقى الرسائل، عشان الرسائل اللي بعتوها شبابنا البعض والحاجات الغريبة اللي بعتوها والكلام الغريب، شو بيقول له إيه: أما بعد، فإذا قدم عليك أخ لك موافق، موافق يعني لقيت طبعه موافق لطبعك، فليكن منك مكان سمعك وبصرك، فإن الأخ الموافق أفضل من الولد المخالف. شوف، الأخ اللي هو حتى لو مش من نسبك، ممكن يكون من أبعد البلاد في الدنيا، لكن بينك وبينه موافقة في الطبع والخلق والدين وكذا، ده أفضل لك من ابنك اللي يكون مخالف لك في طبعك. قال: ألم أما سمعت أو ألا تسمع إلى قول الله عز وجل لنوح في شأن ابنه: إنه ليس من أهلك. تخيل، شوف نوح عليه السلام لما غرق ولده مع الغارقين في الطوفان، حزن نوح على ولده. والآيات دي جميلة قوي في سورة هود، أحب إن احنا يعني نقف معاها وقفة كده من باب ترطيب القلوب. شوف المعنى الجميل، وهو بيقول له: يا بني اركب معنا، تعالى
تعال ما تروحش بعيد، الطوفان هيجري في الكل. وهو يقول أنا سأوي إلى جبل يعصمني من الماء. إيه المشكلة؟ أنا هطلع أعلى جبل والطوفان مش هيوصل لإيه؟ المية هتوصل لحد الجبل فوق. يا ابني تعالى، مفيش حد هيعصمك من ربنا. ده اليوم يوم غضب، يوم عذاب، يوم تدمير على الظالمين. نسأل الله أن يدمر الظالمين أينما كانوا. تعالى اركب معنا. وهو يقول لا، أنا حر. وشوف بعد كده سبحان الله، مع أنه هلك مع الكافرين، برضو الأب يحن لابنه، للعاطفة الجياشة الجميلة اللي موجودة في قلبه. فشوف ربنا عز وجل يفصل له المسألة، ودي نقطة مهمة جدا تبين لنا أن الأخوة والبنوة والقرابة الحقيقية هي قرابة الدين، الدين وبس، والدين الحق مش الدين الملون اللي على كل حالة لها لون، الدين الحق. شوف الآيتين الجمال دول، وعش بقلبك مع هاتين أو هذه الآيات. قال الله عز وجل: وهي تجري بهم في موج كالجبال، ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي يعصمني من الماء. قال لا عاصم اليوم من أمر الله، إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك، ويا سماء أقلعي، وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي. وقيل بعدا للقوم الظالمين. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قيل يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. إلى آخر الآيات الكريمة. فانظر إلى هذا المعنى، ليس من أهلك حتى وإن كان ابنك. شوف الأحنف ابن قيس بيقول له: ألا تسمع إلى قول الله عز وجل لنوح في شأن ابنه: إنه ليس من أهلك، يقول ليس من أهل ملتك. فانظر إلى هذا وأشباهه، يعني إلى هذا الأخ الموافق، فاجعلهم كنوزك وذخائرك وأصحابك في سفرك وحضرك، فإنك إن تقربهم تقربوا منك، وإن تباعدهم يستغنوا بالله عز وجل. والسلام. يا سلام على هذا الكلام الجميل وهذه الرسائل الجميلة التي تبين حقيقة الأخوة، وأنها لا تكون إلا بين موافق لك، وخير الموافقين من وافقك في دينك وملتك. وعن مالك بن دينار أنه قال لختنه لصهره: يا مغيرة،
انظر كل أخ لك وصاحب لك وصديق لك لا تستفيد في دينك منه خيرا فانبذ عنك صحبته، فإنما ذلك لك عدو. يا مغيرة، الناس أشكال، أشكال يعني أشباه متشابهون، الحمام مع الحمام والغراب مع الغراب والصعو مع الصعو وكل مع شكله. الصعو ده طائر كده أصغر من العصفور، بيقول له إن كل حاجة تميل إلى من يشاكلها. وقال بعضهم: فلا تحتقر نفسي وأنت خليلها، فكل امرئ يصبو إلى من يشاكله. لا بد أيها الإخوة من اختيار الإخوة، لا بد أن تختار لك أخا، ولا بد في هذا الاختيار أن يكون اختيارا موفقا، وتدعو الله عز وجل أن يرزقك الإخوة الصالحين. لا بد أن يكون صاحب دين أولا، ليذكرك بالله عز وجل إذا نسيت، ويعلمك إذا جهلت، ويعينك على الطاعة إذا رغبت، ويكون عونا لك في طاعة الله عز وجل إذا أطعت. ويجب أن يكون صاحب عقل، فإياك وصحبة الأحمق، فإنه يفسد عليك من حيث يريد الإصلاح، كحال الدب الذي قتل صاحبه، أراد أن يدفع عن الذبابة عن وجهه فأتى بحجر وألقاه على وجهه فأهلكه. فاحذر صحبة الحمقى، وعليك بصاحب عقل رزين. ثالثا، يجب أن يكون أخوك صاحب أخلاق كريمة تتزين به في مجالسك. ما تصاحبش واحد يشينك في قعدتك، تبقى أنت راجل محترم وقور، ومصاحب واحد يعني عديم الوقار وعديم الأدب، أنا آسف في التعبير، وليس عنده ذوق في التعامل، فالناس يبصوله كده ويبصولك كده ويقولوا: ده مين ده؟ ده صاحبك؟ ده أخوك؟ معقولة؟ أنت تعرف ده؟ أين أنت من هذا أو أين هو منك؟ فجانب مهم جدا أن يكون صاحب دين، صاحب عقل، صاحب خلق كريم. دول أهم ثلاث جوانب مع الموافقة، زي ما قلت لك بقى في العادات وفي الطباع وفي الميول، ده بيبقى شيء محبب للنفس جدا جدا. قد ورد في البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. شوف، فحامل المسك إما أن يحذيك يعطرك من العطر اللي معاه يعطيك، وإما أن تبتاع منه تشتري، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. قال رجل لداود الطائي رحمه الله: أوصني. قال: اصحب أهل التقوى، فإنهم أيسر أهل الدنيا عليك مؤونة، وأكثرهم لك معونة. صحبة الأتقياء لما يجوا على أمر الدنيا مش هيكلفوك حاجة، هم مش عايزين حاجة من دنياك، ولما تيجي علشان الآخرة تجدهم أعوانا لك. ولهذا ورد في حديث أبي داود والترمذي والحاكم وحسنه الألباني عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. قال لقمان لابنه: أي بني، واصل أقرباءك وأكرم إخوانك، وليكن إخوانك من إذا فارقتهم وفارقوك لم تعب بهم. حتى لو حصلت الفرقة بينك وبينهم مش هيشنعوا عليك بعد ما يتفرقوا، بل هيفضلوا حافظين ودك وانت تفضل حافظ لودهم. مش هيجي حد يلومك بعد كده يقولك: ياه بقى انت كنت تعرف فلان، يا راجل ازاي، الحمد لله ان انت سبته. وقال لقمان ايضا: يا بني، من لا يملك لسانه يندم، ومن يكثر المراء الجدال يشتم، ومن يصاحب صاحب السوء لا يسلم،
ومن يصاحب الصالح يغنم. وقال لابنه أيضا: يا بني لا تعد بعد تقوى الله من أن تتخذ صاحبا صالحا. وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان حريصا على الصالحين من الإخوة والأصحاب، يقول: إذا رزقك الله ود امرئ مسلم فتمسك به. وقال رضي الله عنه: عليك بإخوان الصدق فعش في أكنافهم، فإنهم زين في الرخاء وعدة في البلاء. ولهذا كان عمر رضي الله عنه حريصا على هذه المحبة، وكان إخوانه يحبونه حبا جما لشدة محبته لهم أيضا. والحب ده بيكون شيء متبادل، إذا أحببت أخاك أحبك، وكلما أخلصت له أخلص لك. عن أبي حيان التيمي رحمه الله قال: رؤي على علي بن أبي طالب ثوب كأنه كان يكثر لبسه، ثوب كده بيلبسه كتير بيحبه، فقيل له فيه: شمعنى الثوب ده اللي بتلبسه كتير؟ فقال: هذا كسانيه خليلي وصفيي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إن عمر ناصح الله فنصحه الله. لقد كان عمر أيها الإخوة محبا لإخوانه، إذا فارقهم يشتاق إليهم. عن الحسن قال: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يذكر الرجل من إخوانه في بعض الليل فيقول: يا طولها من ليلة. شوف، تخيل يا أخي، عاوز يشوف فلان من الإخوة من أصحابه، مش عشان مصلحة ولا عشان دنيا، لله، فيحزن ويقول: يا طولها من ليلة. فإذا صلى المكتوبة الفجر غدا إليه فإذا التقيا عانقه. تلك هي الأخوة، الأخوة التي لا تنقطع أيها الإخوة هي الأخوة في الله عز وجل وحده. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، وذكر منها وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. والله عز وجل يقول في كتابه: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ولهذا فإن من وجد أخا فليتمسك به. كتب عالم إلى عالم آخر أن اكتب لي بشيء ينفعني في عمري، فكتب إليه: بسم الله الرحمن الرحيم، استوحش من لا إخوان له. يعيش لوحده حزين كده، مستوحش خايف. استوحش من لا إخوان له، وفرط المقصر في طلبهم، وأشد تفريطا من ظفر بواحد منهم فضيعه، ولوجد أن الكبريت الأحمر أيسر من وجدانه. اللي يلاقي فرصة ويؤاخي أخا ويضيعه ده أشد الناس تفريطا. والناس ثلاثة: معرفة وأصدقاء وإخوان. فالمعرفة بين الناس كثيرة، والأصدقاء عزيزة، والأخ فلما يوجد. شوف كلمة فلما يوجد، ما قالش فلم طبعا وإلا كان يأسنا كلنا، لكن قال إيه؟ فلما يوجد، يعني لسه بدور، لسه بدور على أخ. الصديق ممكن يكون في صديق اتنين، لكن الأخ بدور عليه. كما قال القائل: تمسك به مسك البخيل بماله، وعض عليه بالنواجذ تسلمي. الموافق ليك ده تحبه جدا جدا، حتى يصير هو أنت وأنت هو. عشان كده من الطرائف الجميلة أو من الأبيات الجميلة للشاعر السعدي الشيرازي، وهو رجل سني رحمه الله، كان له أبيات يعرف بها المحبة. فبيقول إن واحد زار صاحبه، فلما خبط على الباب بيقول له: مين؟ بيقول له: أنا. فبيقول له: أنت غلطت كده في تعريف الهوى، المفروض لما أسألك أنت مين تقول لي أنا أنت، يعني أنت اللي موجود على الباب، افتح. تصور، وهذا للتوافق بين الاثنين. فبيقول له: أنت مين؟ فبيقول له: أنا. قال: أخطأت تعريف الهوى حينما فرقت فيه بيننا. المفروض يبقى إحنا الاثنين شيء واحد،
فمفيش حاجة اسمها أنا وإنت، إحنا الاثنين هو أنا حاجة واحدة. وبعد عام بعد سنة زاره، وبعدين بيقول له مين على الباب؟ بيقول له افتح، مفيش إلا أنت اللي على الباب. ففتح له وقال له الآن أحسنت تعريف الهوى. ده كلام عالي شوية في الأخوة، بس طبعا ده ملوش دعوة بالطرفة اللي كان وردت عن اتنين من الحمقى، ولا واحد من الحمقى كان له أخ توأم، فقام من النوم يبص عليه ويقول له يا أخي أنت أنا، فمن أنا؟ أنا معرفش أنا مين، إذا كنت أنت هو أنا لكن الكلام اللي أنا بقوله أعلى من هذا، إنما هو يدل على شدة الموافقة والمحبة. شوف بقى الأبيات الجميلة، بيقول له قال للمحبوب لما زرته من ببابي قلت بالباب أنا، قال لي أخطأت تعريف الهوى حينما فرقت فيه بيننا، ومضى عام فلما جئته أطرق الباب عليه موهنا، قال لمن أنت؟ قلت انظر فما ثم إلا أنت بالباب هنا، قال لي أحسنت تعريف الهوى وعرفت الحب فادخل يا أنا. شوف قال له فادخل يا إيه؟ ما قالوش يا فلان، قال له فادخل يا أنا. الأخوة معنى جميل يا إخواني، معنى عظيم جدا كبير. ولهذا جاء في الصحيحين عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. شوف التشبيكة دي لما تعملها كده، شوف مدى الصلة اللي بين الاتنين، لازم تفرج عن أصابعك كلها حتى تخرج من هذا. فشبك النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين أصابعه، وأعلى الحب وأعظم الحب ما كان في رب العالمين ولرب العالمين بارك وتعالى. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال عليه الصلاة والسلام ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء. والحديث رواه الترمذي وقال حديث حسن، ورواه ابن الأثير في جامع الأصول، وقال محقق جامع الأصول حديث صحيح. و عن مجاهد بن جبر رحمه الله تعالى في ثواب الحب في الله يقول إذا تواخى المتحابان في الله عز وجل، حصلت بينهم أخوة، فمشى أحدهما إلى الآخر فأخذ بيده فضحك إليه تحاتت خطاياهما كما يتحات ورق الشجر. تخيل الذنوب بتاعتهم بمجرد ما يتقابلوا ويسلموا على بعض ويبتسموا لأخيه تتحات الذنوب، تسقط كما يسقط ورق الشجر. فقال السامع لهذا قلت إن هذا ليسير، ده الكلام ده سهل جدا، سهل أول أن أنا أروح له وأسلم عليه وأضحك له. قال لا تقل ذلك، فإن الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. هذه معاني يسيرة أيها الإخوة الكرام من معاني الأخوة في الله عز وجل. فانظر إلى هذه المعاني كيف هي غالية وكريمة ورائعة، وكيف نحن بحاجة إليها، بحاجة إلى أن نحققها، بحاجة إلى أن نعود إخوانا في الله بحق، نتواصى من أجل الله، نتناصح في الله. إذا رأيت في عيبا تنصحني ولكن برفق ورحمة، وإذا كان فيك عيب
فنصحتك تقبل مني برفق ورحمة. إذا كنت محبا لأخيك كنت صادقا معه، كنت وفيا له، لم تكن كاذبا عليه، لم تكن شامتا به عند ألمه وكربته، وإنما تحبه وتخبره أنك تحبه، وتظهر محبتك له في صدق معاشرتك له. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يحرص على أن من أحب أخا له في الله فليخبره بأنه يحبه حتى يتواصل على هذا الحب. روى أبو داود رحمه الله وصححه الألباني عن المقدام ابن معد يكرب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحب أحدكم أخاه فليخبره أنه يحبه، فليخبره أنه يحبه. فأعود لأقول أيها الإخوة الكرام، ونحن ننهي لقاءنا هذا الكريم، إني أشهد الله عز وجل أني أحبكم جميعا في الله تبارك وتعالى. وأختم بكلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه، وله كلام جميل في معنى الأخوة، يقول: إن أخاك الحق من كان معك ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت فيك شمله ليجمعك. من إذا ريب الزمان صدعك شتت فيك شمله ليجمعك، هو يريدك ويريد محبتك ويريد مؤاخاتك ويريد كل ما يقرب بينكما، ولهذا فهو حريص على أن تدوم هذه المحبة وهذه الأخوة بينكما. وأيها الإخوة الكرام، أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم حبه وحب من يحبه وحب كل عمل يقربنا إلى حبه، وأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم جميعا من المتحابين في جلال الله رب العالمين، الذين لهم منابر من نور يوم القيامة يغبطهم النبيون والشهداء لمكانهم من رب الأرض والسماء. أشهد الله أني أحبكم في الله، والحمد لله رب العالمين.